يعرب موظفو الخدمة المدنية في تيغراي عن مخاوفهم المتزايدة بشأن الصعوبات الشديدة التي يواجهونها بأنه ل17 شهراً لم يستلموا رواتبهم المدفوعة، وحذروا من أن الوضع أصبح أكثر خطورة خاصة في ضوء الارتفاع الأخير في أسعار الصرف الأجنبي والتهديد الوشيك تضخم، والذي يعتقدون أنه قد يعرقل سبل عيشهم للخطر بشكل أكبر. نحن في وضع مأساوي بسبب 17 شهر من الرواتب غير المدفوعة. لقد تراكمت لدينا قروض خلال حرب تيغراي، والآن نكافح مع الإيجار غير المدفوع ورسوم الدراسة. لقد جعل التضخم المتزايد حياتنا أكثر صعوبة. إذا كان من المتوقع أن يعمل موظفو الخدمة المدنية بتفان، فيجب منحهم الدعم اللازم في الوقت الحالي. يتساءل الكثيرون عما يجب فعله وأين يتجهون. إن القضايا الناشئة عن الارتفاع الأخير في أسعار الصرف الأجنبي خطيرة، إذ لم يتم التعامل مع هذه القضية على الفور، فإن التأثير سوف يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد موظفي الخدمة المدنية ليؤثر على المجتمع بأكمله. يناشد موظفو الخدمة المدنية الهيئات الحكومية المعنية بمعالجة ارتفاع الحاد في تكلفة السلع الأساسية بشكل عاجل، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار الصرف الأجنبي، ويحذرون من أن التضخيم المستمر يجعل من الصعب بشكل متزايد تحمل تكاليف السلع والخدمات الأساسية، مما يزيد من الضغوط على وضعهم المالي الهش بالفعل. يتعين على الحكومة أن تدرك خطورة هذه القضية وأن تضمن دفع الرواتب المتأخرة دون مزيد من التأخير. لم يتم زيادة الراتب بعد، وحتى لو تم ذلك فلن يواكب ارتفاع التكاليف، ونظرا لسعر الصرف الحالي فإن زيادة بنسبة 200% لن تكون كافية لموظفي الخدمة المدنية للتعامل معها. يحتاج موظفون الخدمة المدنية في تيغراي إلى اهتمام خاص من الحكومة نظرا للصعوبة الشديدة التي يواجهونها، ومن الأهمية بمكان مناقشة سبل حل هذه القضايا لتسوية راتب 17 شهرا غير مدفوع. يعرب نائب رئيس جمعية موظفي الخدمة المدنية في تيغراي عن قلقه البالغ بشأن الوضع المزري الذي يواجه موظفو الخدمة المدنية في تيغراي، ويذكر أن العديد من موظفي الخدمة المدنية عالقون بين العيش وعدم العيش بسبب الصعوبات الاقتصادية الشديدة ناجمة عن الرواتب غير المدفوعة وارتفاع تكاليف المعيشة، ويحث الحكومة على اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه التحديات. صراحة يا منغستي حزي بتعمي أبزخافئة حسمنا برأيز الله. يعاني موظفو الخدمة المدنية في تيغراي حاليا من صعوبة بالغة، فهم مثقلون بالقروض غير المدفوعة من العامين إلى الثلاثة أعوام الماضية والإيجار المتأخر والديون للمؤسسات المالية المختلفة. وعلى الرغم من المناقشات مع الحكومة حول هذه القضايا، إلا أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن موعد دفع راتب الأشهر الخمسة الموعودة. وبدون اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة من جانب الحكومة، سيستمر موظفو الخدمة المدنية في مواجهة صعوبات شديدة. يسلط هذا الضوء على الحاجة الملحة للتدخل لمعالجة الصعوبات المالية التي يواجهها هؤلاء الموظفون المدنيون، وبدون اتخاذ إجراءات سريعة فإن الأزمة المستمرة تهدد بالتفاقم، مما يؤثر ليس فقط على سبل عيش الموظفين المدنيين ولكن أيضا على النسيج الاجتماعي الأوسع في تيغراي.